صافا كيما راكم كاملين كيما شتو اليوم انا فامي راح نخرجوا رانا في طنجة ولا دوكا رانا مازال في لوتيل باش نخرجوا باش نمشيو المغارة هرقل وباش ندورو شوية في طنجة. المهم خلوكم انا لا فامي اي غاست برونشي حبكم بزاف مكان غير الحب. في طنجة في البلاصة اللي هي أم الطريق كما راكم تشوفوا هنا البحر الأبيض المتوسط والأطلنطي من هنا. هذه هي البلاصة ديال طنجة هنا أنا ماشيين لها ورايحين هنا دركا لمغارة هرقل. صراحة بلاصة جميلة بزاف إيه بلاصة شابة بزاف مانيفيك زوروها بزاف السياح. شوفوا الناس يجوا هنا باش يتصوروا في هذه البلاصة اللي هي يفرق ما بيناتهم جوج. المهم خلوكم معنا إيه راس برونشي نطلعوا في السيارة سيد حبسنا. رانا هنا ومازال ما بطناش لعند خلوكم معنا اي غاز برونشي باش نمشيو وندخلو ونشوفو مغارة هرقل داخل وندخلو فيها ونشوفو واش كاين فيها. بزاف حكاو لي عليها وبزاف ناس طنجة قالوا لي لازم تزور هذه مغارة هرقل. اوكي نسيو نسقسيو كش ما نحاولو نلقاو شي ناس تما مرشدي ونلقاو شي كذا باش يوريونا ويحكيو لنا شويه ليستوار تاع هاد المغارة هرقل. المهم لافامو
فيها. شويه على بالي بلي هنا الفيديو بارتي، هنا الفيديو في المغاره راح تكون شويه ظلمه، ولكن مازالوا الفيديو حيكون طويل، ما كاينش في هرقل. وكنا في هذيك المنطقة اللي فيها الملتقى تاع البحر الأبيض المتوسط والبحر الأطلس. علاش ما كملت السويت تما حتى رجعت للفندق هنا؟ باسكو صرالي مشكل في الكارت ميموار، وصرالي ما شفتو أصلا تما، كان ظلمة ما تقدرش باش تصور بأريحية كبيرة باسكو ما كانش الإضاءة، الإضاءة اللي كاينة تاع السما ولا المفتوحات اللي كاينين من الجبل الفوق اللي فيها الإضاءة، الإضاءة قليلة وما تقدرش باش تصور أليس كيما راكو تشوفو دركا، الكاليتي مليحة كيما راكو تشوفو دركا، الإضاءة اللي مليحة باسكو راني مريح في لاشومبر في الفندق. المهم حابين نهضروا على المغاره هرقل. هذيك مغاره كبيره بزاف، وتعد كما نقولوا هي اكبر مغاره في افريقيا، مغاره هرقل. واكتشفوا هذه المغاره عام 1906. مغاره هرقل كبيره بزاف، وكاين ناحيه اللي فيها ديجا هي مغلوقه، يعني ما مكملينش فاتحينها باسكو ما فهمتش كيرموا فيها ولا يكملوا يخدموا فيها باش يكملوا يوسعوا هذه المغاره. المهم والمغاره هذه فيها قصص متعدده وفيها قصص كبيره بزاف ومتنوعه، يعني ما كاينش حاجه اللي مضبوطه، يعني بزاف اشياء. وصراحه انا بزاف ناس طنجة والناس الشمال كي جيت هنا بزاف نصحوني قالوا لي كراه طنجة لازم تزور هاد المغارة وتزور هاد المكان، وصراحة بلاصة ديك رائعة بزاف وحاجة اللي فيها تاريخ وفيها انستوار، حتى كي توقف لبرا وتطل لبرا الاطلالة على البحر كيما شفتوا في الفيديو، اطلالة رائعة يا سلام، حاجة عالمية وبزاف شابة وبزاف توب 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 كالعاده كيما نقول لكم. المهم لافامي هذا هو الفيديو ديالنا تاع هنا تاع في مغاره هرقل، طالما في روحكم لافامي نحبكم بزاف وما كاين غير الحب، اي صافي ان غرون بليزير على كل تعليقاتكم على كل تشجيعاتكم ليا انا في القناه وفي الانستغرام. ومرحبا بكم، ما تنساوش الانستغرام ديالي خليفه على الابوني ولافامي بقوه باش نوصلوا 10000 ابوني بقوه لافامي، ما بقاش بزاف يلا. وباش تبعوا في الانستغرام تشوفوا كل تصاور، تشوفوا كل جديد، تشوفوني انا تما في تصاور، تشوفوني انا في فيديوهات، تشوفوني تما في تصاور، وين تروحوا تشوفوني انا. المهم حبكم بزاف وما كاين غير الحب. بيس اند لوف، السلام عليكم.